السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم جيتكم بفرج جديد وفيديو جديد فيه فرض من فروض المراقبة المستمرة المستوى الأولى إعدادي. إذن أولى إعدادي 1 بروميير أني دو لونسينيومون كوليجيال ديفوار سورفيي نيميرو 1 سيمستر 1. هنايا هاد الديفوار هذا غادي نحاول نخرجوا في ورقة مستقلة، صافي. إذا غنخرجوا معكم في ورقة مستقلة لأنه ما عنديش الفراغات تما باش نجزو. إكزارسيس، دونك إكزارسيس 1، السؤال الأول فيه، السؤال الأول دونك كالكول أون ديتايون، يعني غنحسبو وغنفصلو ديتايون لي زيتاب. لي زيتاب بداو بأ. أ يساوي شناهي أ؟ عندنا 15.8 ناقص 8 زائد 4 ناقص 2. إذا هنا شنو عندي؟ 15.8 ناقص 8 زائد 4 ناقص 2. إذا عندي عمليتي الجمع والطرح. ندوزو الآن للتعبير ب. إذا ب يساوي 8 في 12 مقسومة على 6. انتبهوا معايا، هنا عندي ضرب والقسمة. إذا نشوفو شنو غنسبقو، هنا 8 في 12 غتجينا كبيرة، تالي نسبقو القسمة. 12 مقسومة على 6 كتساوي 2، إذا 2 في 8. إذا ب يساوي 8 في 2 يساوي 16، وبالتالي ب يساوي 16. ندوزو الآن إلى تعبير السي. تعبير السي هي 20 ناقص 5 مضروبة في 3 زائد 6 مضروبة في 7. إذا هنا عندي عمليتي، عمليات الضرب والجمع والطرح كذلك. إذا دائما الضرب هو اللي كيسبق. إذا 6 في 7 كتساوي لي 42 زائد 5 في 3 كتساوي لي 15، وهنا عندي 20. إذا سي يساوي 20 ناقص 15 زائد 42. نسبقوا عملية الطرح. إذا سي يساوي 20 ناقص 15 يساوي 5، 5 زائد 42. سي يساوي 5 زائد 42 هي 47. إذن سي يساوي 47. ندوزو الآن إلى التعبير دي. تعبير دي، إذن دي يساوي كم؟ يساوي 6 زائد 2 مضروبة في 12 زائد 3. هنا عندنا عامل ديال الأقواس. لاحظوا دائما التعبير اللي كيكون فيه الأقواس كنسبقو داكشي اللي كاين ما بين قوسين. 12 زائد 3 يساوي 15 مضروبة في 2 زائد 6 يساوي، دونك دي يساوي 6 زائد 2 مضروبة في 15. دي يساوي 6، دائما نسبق الضرب عاد الجمع، 6 زائد 2 في 15 هي 30. إذا دي يساوي 6 زائد 30 هي 36. إذا دي يساوي 36. دوزو التعبير الأخير في السؤال الأول اللي هو التعبير أو. دونك تعبير أو، انتبهوا معايا، أو يساوي شحال؟ 74 ناقص 7، ونحلو واحد المعقوفة اللي هي كبيرة هنا، 25 ناقص، ونحلو القوس 7 ناقص 2، نسدو القوس ونضربو في 3.1 ونسدو المعقوف. تابعوا معي جيدا، هنا عندي 74 ناقص 7 مضروب في هاد المعقوفة هذه. ضروري غنحسبو هادشي اللي كاين بين هاد المعقوفة عاد ندوزو اللي خارج. إذا أولا ما بداخل المعقوفة عندنا الأقواس، هنا عندي 7 ناقص 2، إذا 7 ناقص 2 عندي 5، 5 مضروبة في 3.1. إذا أولا نكتب التعبير من الأول، يساوي 74 ناقص 7، حلو المعقوفة مضروبة، هنا عندي 25 ناقص لأنه 7 ناقص 2 تساوي 5، نسدو المعقوفة. إذا عندي دائما داخل المعقوفة عندي ضرب، 5 مضروبة في 3.1، 5 مضروبة في 3.1 كتساوي لي 15.5. إذا 25 ناقص 15.5 مضروبة في 7 يساوي 74 ناقص 7، دائما داخل المعقوفة 25 ناقص 15.5 كتساوي لي 9.5. هاد 9.5 مضروبة في 7 يساوي 74 ناقص ديك 7 مضروبة في 9.5. 7 مضروبة في 9.5 هي اللي غنسبقوها لأن الضرب كيسبق لنا الجمع والطرح. إذا يساوي 74 ناقص 7 مضروبة في 9.5 كتساوي 66.5، وبالتالي يساوي 74 ناقص 66.5 كتساوي لي 7.5، وهو الجواب الصحيح. دوزو السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني مقسم A B C، فيه ثلاثة ديال الأسئلة. A effectué de deux façons différentes، يعني غنحاولو نخرجو هادوما جوج ديال الطرق مختلفة. عندنا question 2 effectué de
de façon. De deux façons. Donc, nous avons F. F يساوي 6 مضروبة في 8 زائد 5. نديروها بجوج طرق. F يساوي 6 مضروبة في 8 زائد 5. رانا نحسبوها. الطريقة الأولى بسيطة. نشوفوا داكشي اللي بين قوسين، بين قوسين ونحسبوه. 8 زائد 5 كتساوي لي شحال؟ كتساوي لي 13 غنضربها في 6، إذا تعطيني 78. إذا F يساوي 6 مضروبة في 13، F يساوي 78. إذا أنت هنا خصني نخرج وخصني نحصل على 78، غير هو الطريقة غنبدلها. F يساوي هنا غندير النشر، غندير 6 في 8 زائد 6 في 5، مفهوم؟ F يساوي 6 في 8 48 زائد 6 في 5 يساوي 30، وبالتالي المجموع هو F يساوي 78. 48 زائد 30 كتساوي 78، مفهوم؟ دوزو العملية الثانية. دائما في هذا السؤال أ جي يساوي كيساوي؟ كيساوي لي 17 ناقص 5، هادشي مضروب في 2، إذا بجوج طرق. إذا جي يساوي 17 ناقص 5 مضروبة في 2. الطريقة الأولى غنحسبو داكشي اللي كاين بين قوسين، إذا 17 ناقص 5 كتساوي 12، 12 في 2، إذا جي يساوي 12 في 2، كم يساوي 12 في 2؟ يساوي 24. جي يساوي 24، وهنا عندي جي يساوي اش غندير؟ غندير عملية النشر، هادي في هادي زائد هادي في هادي، إذا 2 في 17 ناقص 2 في 5، جي يساوي 2 في 17 يساوي كم؟ 34، و 2 في 5 يساوي 10، وبالتالي جي يساوي 34 ناقص 10 اللي هي 34 ناقص 10 هي 24، إذا نفس الجواب، إذا خرجناها بطريقتين مختلفتين. بي كيقول لك كالكول. كالكول يعني احسب. احسب اش غنحسبو؟ غنحسبو هاد العملية هادي. اذا غنحسبو هادي، عندي اش يساوي 154 مضروبة في 141، نعم، ناقص 154 مضروبة في 41. غنحسبها بالطريقة اللي غادي تريحني، الطريقة اللي غادي تريحني انني غنعمل، لانه عندي عامل مشترك. اذا اش يساوي هاد العامل المشترك غنعمل به، اذا غنتقل من ديك كا في ا زائد كا في ب، ننتقل لين الكا في ا زائد ب، اذا هي 154 مضروبه في ماذا؟ شغادي يبقى لي هنايا؟ يبقى لي 141 ناقص 41، اذا اش يساوي هي 154 مضروبه 141 ناقص 41 هي 100، و 100 ملي غنضربها في هذا العدد هذا 154 شغتعطيني؟ غتعطيني اش يساوي، غنزيد جوج ديال الاصفار، اذا غتعطيني 15400، هذا هو الجواب هنا. دوزو السؤال سي، وهو السؤال الأخير. قالك احسب كالكول لا لونغور طول لا لونغور دو ا بي ديال القطعة ا بي. لاحظ معايا شنو عندي هنايا؟ هنا عندي ا بي هي هادي، ولكن عندي ا مثلا من السي، ا من السي شحال عندي؟ عندي هي 16.2، وهاد القطع هادو متساويين 2.3 2.3 2.3 2.3. إذا إلا كانت هذه 2.3 وهذه 2.3 وهذه 2.3 وهذه 2.3، حنا نعتبرو مثلا، نعتبرو إذا أ سي، نعتبروها أ سي، هاد أ سي كلها أش كتساوي؟ كتساوي أ بي، كتساوي هاد أ بي هذه زائد زائد بي سي، زائد بي سي، زائد من هنا لهنا. خصنا نعرفو هاد بي سي، لأنه عندي التعبير ديالها. بي سي شحال كتساوي؟ مقسومة 1 2 3 4، هي 4 مضروبة في 2.3، 4 في 2.3 كتساوي 9.2، إذا 9.2 هو الجواب ديال بي سي. إذا أ سي يساوي أ بي زائد 9، نعم، و أ سي ديجا عارفينها، هي كاملة شحال كتساوي؟ أ سي كتساوي 16.6. 16.6، إذا 16.6 كيساوي أ بي زائد 9.2، إذا أ بي شحال كيساوي؟ كيساوي 16.6 ناقص 9.2، إذا أ بي شحال كتساوي؟ كتساوي 7.4، إذا هذا هو الجواب الصحيح، وهذا هو لا لونغور يعني الطول ديال هاد القطعة أ بي، إذا أ بي يساوي 7.4. وبهذا غادي نكون كملت الفيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرض من فروض الرياضيات المستوى الأولى إعدادي. كنت معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.